التطور التاريخي ديال الصندوق المغربي للتقاعد، راه كلنا كنعرفوا الصندوق المغربي للتقاعد ولكن كنعرفوا غير الفتره اللي ولا فيها كمؤسسه، ولكن ما عندناش واحد النبذه على التاريخ ديال الصندوق المغربي للتقاعد والنشأة ديالو. اذا سنه 1930 عهد الى الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير اول نظام اجباري للمعاشات المدنيه الاساسيه الخاصه بالموظفين المدنيين الفرنسيين والاراميين. اذا 1930 تم انشاء ديال الصندوق المغربي للتقاعد، وكان كيسير فقط المعاشات الفرنسيه. 1971 تم احداث نظام خاص للمعاشات العسكريه يشمل جميع العسكريين، وكذا نظام خاص للمعاشات المدنيه. 1990 توسيع وعاء تصفية المعاش ليشمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي التعويض على الإقامة ونصف التعويضات النظامية. 1990 اللي كنقولوا حنايا توسيع وعاء تصفية المعاشات، حنا كنعرفوا أن قبل 1990 كمتقاعدين ما كناش كناخذوا 100%. فعام 1990 هنايا توسع الوعاء ب 50% من التعويضات القابلة والدائمة اللي كنا كنسميوها القطاع الإضافي ديال الرشاد. هذا كله كتقطع لنا، دونك هذه المرحلة ديال 1990. عندنا 1996 هنايا فين تمت الهيكلة ديال الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا للقانون 43/95. وعام 1997 كاين توسيع تصفية المعاش ليشمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي التعويض على الإقامة ونصف التعويضات النظامية. هنايا فين ولا عندنا 100% في المعاش ديال المتقاعدين. يعني كانت عندنا 50% الاوليه ديال التعويضات القابله والدائمه 1990، وولات عندنا 1997 50% الثانيه باش ولا المعاش ديال المتقاعد 100%. 1999 تنصيب المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد والهيئات التابعه له، وعقد اول دوره له بتاريخ 25 يناير 2000. يعني هنايا كينصب لنا الممثلين اللي كيمثلوا الوظيفه العموميه، كيمثلوا الجامعات المحليه، كيمثلوا المتقاعدين والمخالطين داخل داخل المجلس الاداري ديال الصندوق المغربي للتقاعد. 2010 تجميع وحدات الصندوق في المقر الجديد الكائن بشارع العراق بحي الرياض. يعني قبل 2010 الصندوق المغربي للتقاعد ما كانش عنده مركز موحد، كانت عنده نقولوا حنايا ديزانكس او لا المصاريح يعني موزعة على مدينة الرباط. كانت مثلا عندنا في الحي ديال عندنا في شارع العلويين، كان عندنا في الجولان، وكان عندنا في بنغازي، وكانت عندنا في أكداد. ولكن سنة 2010 توحدت هذه المصادر في مركز واحد اللي ولا حاليا المقر ديالو جديد كائن بشارع العرعر بحي الرياض. الصندوق المغربي للتقاعد العمل ديالو كيقوم على مجموعة ديال القيم، والقيم ديالنا اللي كنعتمدوا عليها هي كالتالية. أولا عندنا الشفافية. هاد الشفافية باش كتمثل؟ كتمثل ضمان الولوج إلى المعلومة داخل الأجل مع احترام المقتضيات القانونية بما يحقق تكريس علاقة الثقة مع الزملاء والمتفقين والشركاء. ملي كنقولوا حنايا الشفافية كنقولوا الاحترام ديال القانون تحت احترام ديال القانون ديال حفظ المعلومة، لأن حتى شي واحد مثلا نأخذ على سبيل المثال أي متقاعد كما كان النوع ديالو جميع المعطيات ديالو كتبقى خاصة ليه، حتى واحد ما عنده الحق أنه يولج ليها أو لا يعرفها إلا بإذن منه. عندنا مثلا المسؤولية، الوفاء بالالتزامات وتحمل عواقب التصرفات. يعني بالنسبة للمسؤولية كنقول الالتزامات وتحمل عواقب التصرفات بالنسبة لنا حنا داخل الصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة فيما يخص النقطة ديال ترتيب المساطير، راه محددين دابا حاليا كل المعالجة ديال الملف عندها وثائق معينة وعندها واحد الزمن محدد. يعني إذا ما تمت المعالجة ديالو في ذاك الزمن المحدد، راه على المتقاعد أو المتفق أنه يقدر يقدم الشكاية ديالو ويتم ويتم نقولوا حنايا التعاطي معها بكل عناية. عندنا المهنية، أي إنجاز المهام بكفاءة وصرامة ونزاهة. عندنا العنصر الرابع في القيام ديال الصندوق المغربي للتقاعد هو جودة الأداء. جودة الأداء تتم بإنجاز الأهداف وفق أفضل شروط الكلفة والجودة لتلبية انتظارات الأطراف المعنية أي المتفقين والشركاء وهيئات الحكامة. غادي نوقف هذه النقطة ديال جودة الأداء وغنبدا نفصل معكم شي نقاط. كنشوفوا حاليا هذا
الوثيقه اللي كتبان على الشاشه ديالكم. هاد الوقت شنو وقع؟ واش انا كندوز عندي؟ باقا خديكم. واش كاين شي مشكل؟